الباب التاسع والخمسون وثلاثمائة. باب كراهة رد الريحان لغير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. رواه البخاري.